السؤال الأول، هل ما زالت اللجان الاقتصادية الحزبية ناشطة وعاملة في الوزارات؟ نعم نعم جدا، لا زالت الهيئات الاقتصادية واللجان الاقتصادية ناشطة، بل أصبحت ضمن مؤسسات الدولة، ولم تكن الدولة بكل مواجهتها للفساد بالدخول في عمق هذه الهيئات وهذه اللجان الاقتصادية المتمثلة بالأدوات التنفيذية لهذه الهيئات واللجان. مو على أساس انتهت هذه اللجان قائمة لحد الآن؟ مو على أساس انتهت أستاذ العزيز، نحن أبناء هذه المؤسسة ونحن أبناء هذه العملية، وبالتالي يجب أن أكون صريحة مع أبناء شعبي. لا زالت اللجان والهيئات الاقتصادية في الكثير من الوزارات ذات الخبزة والكثير من الوزارات المهمة معشعشة من خلال الأدوات التنفيذية.